السلام عليكم. حبيت نتكلم على واحد الموضوع مهم جدا. كان كثير من التعليقات كيقارنوا الملاعب تاع الجزائر بالملاعب تاع قطر. يا جماعة، قطر ما راهيش قطر. قطر هي الصين، الشركات الصينية، أموال تاع رأس مال عالمي وخبرات أمريكية وبريطانية وفرنسية، كل دول العالم مجتمعة في قطر باش داروا هذه الملاعب وباش نظموا هذا كأس العالم. والبيجي الميزانية نتاع كأس العالم وصلت إلى حدود 200 مليار يورو. إذا لا مجال للمقارنة. هذو الناس اللي يضحكوا على أرواحهم ويقول لك أنت راك تقارن ملاعب الجزائر بقطر، ما كاش مقارنة، ما كاش مقارنة. 200 مليار أورو لثمان ملاعب بمعدل يعني تقريب 100 مليار أو أقل، يعني معدل 500 مليون أو تقريب 1 مليار أورو للملعب الواحد. هذا غير أمر غير منطقي، غير منطقي. نقارن احنا نفوسنا بقطر. قطر دولة غنية، دولة من أغنى الدول في العالم. يعني الدخل الفردي بالنسبة لقطر يساوي 10 مرات الدخل الفردي نتاع الجزائر. إذا لا مجال للمقارنة بين ملاعب قطر وملاعب الجزائر. وحنا على نبني ملاعب كما ملاعب قطر؟ عندنا كأس عالم، حنا راح ننظم كأس عالم. يا ناس بركم تضحكوا على نفوسكم، بركوش تضحكوا عليا، راكم تضحكوا على نفوسكم عندما تطرحوا هذه المقارنة في التعليقات نتاعكم. والله شيء مؤسف ان نسمع هاد الناس تتكلم على قطر. ثانيا، كاين واحد المقارنات اخرى من نوع يقارنوا ملاعب تاع الجزائر بالملاعب تاع السنغال. يقول لك السنغال بنات عامين بنات ملعب، لكن عدد المشاريع الموجوده في الجزائر تساوي 200 مره عدد المشاريع الموجوده في السنغال. ولا عندهم، هما عندهم 10 مشاريع. والبيجي نتاع الميزانيه نتاع البناء نتاعهم نتاع التطوير نتاع البنى التحتيه في السنغال خصوها الملعب نتاعهم. وراه المشكل. هذا لا يعني ان السنغال افضل من الجزائر. احنا عدد، عندما نشوف عدد هل السنغال عندها مشاريع نتاع سكك حديديه، 6000 كيلومتر تاع سكك حديدية؟ هل السنغال عندها مشاريع تاع 6000 كيلومتر تاع طرق سيارة؟ هل المشاريع تاع السنغال يساوي المشاريع الموجودة في الجزائر؟ إذا لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة بين الدول. المقارنة لازم تندار، تكون الشروط، عندها شروط باش دير انت مقارنة بين دولة ودولة. لازم تكون كاين بعض مقاييس دي نورم. تقدرش تقارن هكذاك. قال السنغال بناو ملعب، الى عندهم المشروع عندهم 10 مشاريع في السنغال، مخصصين ميزانيه كبيره على الملعب باسكو عندهم بطوله ولا عندهم سياسه كما في الكاميرون. رئيس شراها لاكوب دافريك، نهار دار لاكوب دافريك في الكاميرون، الرئيس بذاته شرا العضويه تاع يعني التنظيم تاع كأس العالم تاع كأس إفريقيا، شراها باش يربح الشعبية وخصص لها ميزانيات كبيرة على حساب قطاعات أخرى، قطاع البناء والطرقات والبنى التحتية وكذا وكذا. هو ركز على الملاعب. مش معنى أن قال أن الكاميرون أفضل منا أو ملاعبهم أفضل منا. هذه سياسات لا مجال للمقارنة. خموا شوية يا عباد الله. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.